ارتفعت أسعار السلع والخدمات في لبنان مجددا، وبدأ احتياطي المصرف المركزي بالدولار يتضاءل، وهو ما ينعكس سلبا على قدرة السلطات في استمرار دعم السلع الأساسية كالطحين والوقود والأدوية. جمعية بيت البركة غير الحكومية تسعى لتخفيف معاناة اللبنانيين رغم صعوبة هذه المهمة. الفقر قميص من نار بالنسبة لسوزي، تنتظر مساعدة تسد رمق أطفالها الثلاثة وتؤمن قوت عائلتها، فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لم تعد تقوى على شرائها، وتتزايد مخاوفها من رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية مما يصعب الأمور عليها، فلا يكفي عون الجمعيات حاجتها. أكيد أكيد نحن فقراء، في مثلي كتير فقراء بهالدنيا، مش أنا بس، يمكن بتشوف كل بيت في فقراء بدون لقمة أكل، بس مو بعد شهر بتشوف يمكن كلنا ما نكون على الطريق عم نسحب. أكيد لقمة العيش بالغة الصعوبة، خاصة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات من الخبز والمواد الغذائية مرورا بالبنزين وصولا إلى تكاليف المولدات في بلد تتقنن فيه الكهرباء. وشر البلية ما يضحك حقا، لأنه كلنا فقراء عن جد، كلنا فقراء، ما بقى في حدا، يعني شو بنعمل؟ عائلات توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، ولبنانيون كثر وجدوا أنفسهم عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية على وقع الانهيار الكبير في سعر الليرة. صراحة صرنا نجي من السيء لأسوأ، مش من السيء لأحسن، من السيء لأسوأ عم نرجع رجوع، يعني من الأخير، يعني من الأخير بعرف من شبرا كنت تشتري لحمة ببيتك، كل لحمة صار 90,000، يعني أنا بشغل 3 أيام بجيب كل لحمة حتى نيكس عليها. مساعدات غذائية تقدمها جمعيات غير حكومية، وأقساط مالية مدرسية لأطفال العائلات الفقيرة، وتحديات لازدياد أعداد المحتاجين. نحن هلأ بلشوا يزيدوا، يعني صرنا تقريبا 3 أو 4 أشهر لاحظنا أنه الطلب كتير كتير زاد، يعني عم بيجينا ميات الإيميلات والمسجز من الناس، لما تقرأ الإيميل تفهم دغري أنه هذا شخص درس واشتغل ومتعلم ومرتب. أزمة تبدو ذات وجه اقتصادي لكنها متعددة الجوانب، تتفاقم بفعل الوباء وانفجار المرفأ المروع وخلافات السياسيين وتصدع الليرة، ترفع نسبة البطالة وتقفل مؤسسات فتشح السيول في يد اللبنانيين في بلد ينهار ويحتاج من ينقذه سريعاً.